السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية طلابنا. تحدثنا طبعا في محاضراتي السابقة عن الـ Spinal Injuries and Fracture، حكينا عن الـ Disc Herniation وحكينا عن الـ Upper Limb Fracture. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن موضوع الـ Hand. طبعا we are more aware of our hands because than any other part of our body. When they go wrong we know about it from a very early stage. ليش؟ لانه احنا كلنا عارفين انه الهاند يعني our hands هي لها two aspects cosmetic wise بالاضافه الى functional wise، فهي مسؤوله عن fine movement of our hand. بالتالي so we have to be careful about dealing with our hands. برضو other why انه هي لها function of fine movement برضو cosmetic wise خاصة الفيميل، يعني they اللي هو care about the hand very much. برضو أي مشكلة فيها بتبين من the early stages. راح نبلش إن شاء الله بموضوع الـ hand infections. طبعاً إحنا راح نحكي عن عدة مواضيع، من ضمنها الـ hand infections، من ضمنها tendon abnormalities، بالإضافة إلى ممكن يكون في عندي مشاكل، راح نحكي عن الآخر اللي هو deformities معينة بالفينجر. فراح نحكي إن شاء الله عن كل واحد أو كل topic in details. راح نبلش بالـ hand infection. Infection of the hand is frequently limited to one of several well-defined compartments. هلا احنا عارفين انه انا في عندي multiple compartments بالهاند، من ضمنها مثلا في عندي الاكستنسور، في عندي الفليكسور، في عندي التندن شيث. طبعا راح يتكرر كثير معنا مصطلح التندن شيث. المقصود في التندن شيث هو عباره عن مجموعه من التيشوز ذات كفرز التندن. يعني فور اكزامبل انا هذا الاصبع في مثلا اكستنسور مسل وفي flexors muscle. هلا هاي الflexors muscle والextensors إلها tendon ماشي على كل الأصبع. هلا هذا التندن راح يكون covered بمجموعة من التيشو بسميها tendon sheath، لأنه في عندي راح نأخذ group of infections ممكن تأثر على هذا التندن. هلا نحكي أو هاي الشيث، هلا نحكي عن مجموعة من الinfections بس هيك نذكرهم كheadlines، وراح نحكي إن شاء الله later on لكل واحد in details. في عندي الunder nail fold أو بسموه اللي هو البيرينيكيال اللي هو البارونيكيال اللي هو عبارة عن infection affecting اللي هو الاريا يعني around النيل فولد. هاي الصورة هي عبارة عن البارونيكيا. في عندي البلب سبيس، طبعا حاليا بس هو بسموه الويت لو او الفيلون. طبعا الويت لو هو الهربتيك تايب which is viral caused by herbs، اما الفيلون فهو bacterial. طبعا we have to differentiate between the both types، لانه انا لما بحكي bacterial infection يعني toward management it totally different عن لما بدي اعالج viral infection عن bacterial infection. راح ناخذ ان شاء الله كيف راح نميز بينهم. طبعا هاي التسميه يعني almost out of date، حاليا بسموه deep space bulb deep bulb space infection whether wet low or filon. في subcutaneous tissue infection. في التندن شيث رح نحكي عن certain abnormalities بالتندن شيث. وفي الديب فاشيال سبيسز رح نحكي مثلا عن البالمر سبيس، بالميد بالمر سبيس، الثينر سبيس، هاي كلها سبيسز may be infected. وطبعا اليوجوال كوز لا الانفكشنز هاي اللي هو النورمال فلورا الموجودة على الاسكن. ليش؟ لانه هلا احنا وانس انه صار في عندي بريكج بالابيثيليوم وذر وند وذر بنتريتنج انجري بغض النظر أو لبكتيريا إنها تفوت اللي هي النورمال فلورا الموجودة على السكن اللي هي الستافيلوكوكس أوريس. طبعا سكن تستافيلوكوكس أوريس خاصة بالأطفال بتيجي عند الستريب والهيموفيلس إنفلونزا. In patient with sickle cell anemia, second most common هي السالمونيلا. طبعا احنا عارفين انه البيشنت اللي عندهم sickle cell anemia رح يكون في عندهم اكيد spleen dysfunction. spleen dysfunction هو المين فاكتور للمانيوفاكتورينج انتيبوديز responsible for encapsulated bacteria. بالتالي بالنسبة للناس اللي عندهم مشكلة بالسبلين patient with sickle cell anemia رح يكون second most common هو السالمونيلا بعد الستاف. لكن in general لما بحكي بشكل عام سواء in children, adults, splenic يعني sickle patients كلهم the most common هي staph aureus. تمام، طيب شو هو الفرق ما بين الستاف اوريس والستريبتوكوكس والستريبتوكوكس بكتيريا؟ هلا اول اشي من ناحيه الجرام ستين both are gram positive cocci. تمام، so they have the same gram staining. لكن the most important differentiation between
الستاف والسترب اللي هو السبريد تبعها. هلا الستاف جوز ان ديبث، طبعا الستاف في لها ليتيك انزيمز، تمام؟ هاي الليتيك انزيمز ريسبونسبل انها تعمل لايسز للسبكوتينيوس، السبكوتينيوس اللي هم فات والسبكوتينيوس تيشوز وهاي الاشياء، تمام؟ فبالتالي بلاحظ انه هي صح يعني عباره عن سمول سيركمسايزد اريا، ولكن فعليا هذا المنظر ممكن يكون مسليدنج. اوكي هي مبين عليها سمول، لكن ممكن لما بنروح ان ديبث بنلاقيها انه عامله اكستنسيف دامج، تمام؟ ذاتس واي ات اندز وذ سيبريشن اند بس فورميشن، عشان هيك when it goes to depth راح تعمل لايسز للفات، راح تعمل نيكروسز للتيشو، هذا كله راح يتجمع راح يعمل بس فورميشن. هو بالنهايه شو هو البس؟ البس هو عباره عن نيكروتيك تيشو بالاضافه الى وايت بي سيز ونيوتروفيلز، فاللايسز للستاف راح يؤدي الى البس فورميشن. بينما لما بنحكي عن الستريب it goes in width، يعني هي بالعكس، هلا هي هون عامله extensive involvement للليج، ولكن فعليا هاي بتكون بس يعني superficial، ممكن involving the minimal upper layer من السكن، لكن ما بتروح deeply وبتعمل lysis. عشان هيك الستريب characterized انه بالعكس ما فيها بس فورميشن. طبعا ضروريه هاي المعلومه عشان يعني عشان نعملها ريليشن مع التريتمنت، عارفين احنا المانجمنت لاني بس هو انسجن اند درينج، تمام؟ فالستاف اهم شيء انه هي بتروح بالديب فبالتالي بتعمل بس فورميشن، وايل الستريب لا هي بتروح ان ويدث بالتالي ما بتعمل بس فورميشن. هلا نيجي للباثولوجي. احنا عارفين طبعا toward any infection راح يعمل inflammatory response، راح تيجي اللي هو defending cells، راح تعمل release للcytokines والinterleukins، هذا الاشي راح يؤدي والrelease للinterleukin والcytokines والinflammatory mediators راح يؤدي الى collection of fluid، تمام؟ هذا collection of fluid راح يعمل ممكن بالاضافة طبعا راح يزيد blood flow لهاي المنطقة as a response من البودي. هلا انا لما بيدخل عندي external stimulus على البودي for example bacterial infection، هلا blood flow لهاي المنطقة بده يزيد. ليش؟ as الترايل من الجسم انه يعمل واش اوت لهاي البكتيريا، فالبلد فلو بيزيد، بيعمل هوتنس، بيعمل ريدنس، بيعمل سويلينج بهاي المنطقه. فهاي هي الكومن باثوفيسيولوجي لاي انفكشن احنا عارفينه، تمام؟ فالريسبونس فور اني انفكشن هو عباره عن acute inflammatory reaction، بصير عندي إديمة طبعا separation according للبكتيريا، اذا كانت strip mostly it is not associated with separation، بالاضافه الى increase لا tissue tension زي ما حكينا. هلا خاصه اذا كان closed compartment، يعني in closed compartment زي اللي هو deep bulb space infection او tendon sheath، the pressures may rise into level that the local blood supply is threatened، بصير عندي risk for necrosis. يعني ان شاء الله رح ناخد، انا عندي اشي حكينا deep bulb space infection، هذا هو البلب سبيس اللي احنا رح نحكي عنه، هو عبارة عن مجموعة من الفاتي تيشوز separated by fibrous septum. هلأ بالنهاية هذا closed compartment، لنفترض او نتخيل انه بهذا closed compartment صار في عندي اديمة، صار في عندي اجت leukocytes واجت neutrophils trying to getting rid من هذا infectious organism. هلأ بنهاية هذا الاشي سواء كان يعني هو okay positive from one side انه هو بحاول as يعني as an immune way، بس هو on another hand برضو هو راح يرفع البرشر داخل الهاي الكومبارتمنت، تمام؟ نتيجة الاكيوميليشن اوف فلويد وزيادة البلد فلو راح يزيد البرشر اجباري. هلأ وين المشكلة؟ انه اذا كانت زي هيك closed compartment وكان مثلا undiagnosed او كان neglected، ال increasing gradually increasing pressure راح يضغط على هون، في عندي انا digital vessels for example راح يضغط على digital vessels هون it will cut the blood supply، هذا بيخلي عنده عرضة اكثر للنيكروسز واللي هو الديث للتيشو. فزي ما هو هون بيحكي انه في النيجليكتد كيسز انفكشن ماي سبريد، طبعا انس النيكروسز، النيكروسز اذا كانت نيجليكتد كيس وزاد عندي البريشر اللي هو كومبارتمنت سيندروم، بصير في عندي ديكريز بالبلد سبلاي وبالنهايه بنؤدي الى النيكروسز وبتصير يعني هذا الجزء بصير خلاص يوزلس ديد تيشو، تمام؟ هلا otherwise انه في neglected cases the spread the infection may spread from one compartment to another
at the end they end results may be permanently stiff and useless hands. يعني مثلا إذا صار في عندي زي ما حكينا necrosis للتيشو واضطريت أعملها debridement كلها, أنا بالنهاية هاي المنطقة صارت عندي خلص كأنها مش موجودة, بالتالي صار في عندي defect بالfunction للهاند, فهي useless hand. طبعا هذا according to the site. يعني هون على الأغلب هذا الأصبع رح يكون في defect, لكن إذا كان مثلا subcutaneous infection أو deep tissue infection وكان نفس الفكرة stenosis, هذا رح يؤدي إلى defect بالهاند كاملة. برضو في عندي مشكلة بالinfections موجودة بكل مكان اللي هو lymphatic والhematogenous spread. هلأ هو local infection كان, لكن إذا neglected without treatment وصار في عندي مثلا البيشنت already immunocompromised, كان diabetic patient أو كان مثلا عنده immune disorder for يعني of some kind, فهذا البيشنت هو already immunocompromised وعنده neglected infection, فبالعكس هذا رح يسرع الليمفاتيك والهيماتوجينيس spread, ممكن يؤدي إلى septicemia by hematogenous spread and lymphangitis by اللي هو lymphatic spread. هلأ الكلينيكال فيتشر, الكلينيكال فيتشر فور اني انفكشن يوجوالي طبعا بالهاند بيكون في عندي هيستوري اوف تروما. طبعا راح ناخذ مثلا راح ناخذ اشي عن البايتس, بايتس اكيد في هيستوري للبايت سواء هيومن سواء دوغ سواء كات بايت. راح ناخذ مثلا عن الهيستوري لانفكشنز معينه بتيجي مثلا فولوينج بنتريتنج انجريز, فيوجوالي ممكن يكون في عندي هيستوري اوف تروما, هاي النقطه بنركز عليها بالهيستوري تيكينج. Within a day or two, the finger or hand become painful and tensely swollen. يعني هلا أنا تعرضت لتروما goes unnoticed, ما لاحظت إنه أنا فعلاً إنه كان في تروما لأصبعي. هلا بعد يومين أو ثلاث ببلش أحس إنه أصبعي بنتفخ وبيكون swollen و painful, تمام, بيكون بيوجع. The patient may feel ill or feverish and the pain becomes a throbbing. طبعا احنا عارفين انه throbbing pain means abscess, تمام, فوين ما في throbbing pain معناته بلش يصير في عندي بس او يعني بلش يصير في عندي suppuration او بس accumulation. طبعا بالاضافة الى الـ feeling of sickness واللي هو feverish, هلا هاي usually بتكون بسموها constitutional symptoms اللي هو بيكون عنده nausea, vomiting, ممكن anorexia, بيكون عنده fever, بيكون عنده feeling ill أو يعني feeling unwell, تمام, فهي بسميها constitutional symptom. هاي بتكون يعني mostly related للseverity of infection, يعني كل ما كان الinfection severe أكثر, زي مثلا يعني أنا ما بحكي هاي constitutional symptoms أكيد ما رح تكون مع cellulitis زي ما رح تكون مثلا مع simple bacterial infection, تمام, فكل ما زادت السيفيريتي للinfection كل ما كانت هاي constitutional symptoms برضو more severe. بعدين بصير في عندي redness و tenderness على site of infection. مثلا هون عندي infection هذا اللي حكينا عنه البارونيكيا اللي هو بيكون عبارة عن bacterial infection حوالين النيل فولد اللي هو بالإبيديرمس الموجود تحت النيل بيد. هلأ هذا بلاحظ انه في عندي طبعا اكيد بيكون painful, بلاحظ انه tensely swollen. كيف معنى tensely؟ يعني skin over the site of infection بتكون زي كأنها مشدودة وبتلمع shiny, تمام, فهذا بسموها tensely swollen. بالإضافة انه في عندي redness, tenderness by examination, والفينجر movement ممكن تكون restricted. The arm should be examined for lymphangitis and swollen lymphatic glands, and the patient examined for signs of septicemia. حكينا لأنه risk for hematogenous and lymphatic spread, فat least عندي hand infection أعمل examination مثلا للaxial lymph nodes, تمام, ممكن يكون في صار لها spread, ممكن تكون enlarged lymph nodes, معناته بعرف إنه there is lymphatic involvement, أو septicemia. Septicemia اللي هو ممكن يصير في عنده أنيميا, ممكن يصير في عنده يعني feeling unwell. أكيد البيشنت بيكون looks unwell, بيكون في عنده أنيميا, بيكون في عنده change بالbehavior ممكن, تمام, فمنشوف signs of septicemia بالإضافة إلى lymphangitis. Do not forget to inquire about predisposing conditions such as diabetes mellitus, IV drug abusers and immunosuppression. هذولا طبعا أكيد يعني إذا أنا بخاف من الانفكشن أو الهاند انفكشن يعني مرة, فإذا كان البيشنت already immunocompromised مثلا DM أو IV drug abuser, هذول IV drug abuser at risk لكل الستافيلوكوكس انفكشن, تمام, وبرضو للسبتيسيميا, بالإضافة إلى الاميونوسوبريشن, هذول بخاف عليهم ثلاث أضعاف الناس الطبيعيين.
هلا الـ principles of treatment. هلا احنا بلشنا نحكي عن الـ infections of hand. فهلا اي infection اكيد الـ main line of treatment رح يكون الـ antibiotic. تمام. هلا الـ antibiotic في عند الـ fluoxacillin. fluoxacillin هو من جماعة البنسلين اللي بتغطي الـ gram negative، او الـ fusidic acid برضو اللي هو الـ fusidine topical antibiotic، و cephalosporin. طبعا cephalosporin احنا عارفين هي generations according لل generation بيكون الاشي اللي بتغطي. هلا الانتيبيوتيك لنفترض انه اجى عندي بيشنت على العياده او على الطوارئ عنده ريدنس سوولن هاند، تمام، لاحظت انه ممكن يكون في عنده ثروبينج بين، لاحظت انه في عندي وايت يعني وايت اريا مثلا بس اكيوميليشن. هلا اكيد انا حكينا في عندي ريسك فور سيبتيسيميا، ريسك فور ليمفنجايتس، وكان فور اكزامبل دايابيتيك بيشنت. هلا اكيد اول شيء بدي اتاكد دايابيتس كنترولد، اعطيه انسولين فور اكزامبل اذا كان انكنترولد ايمرجنتلي. هلا السكند ستيب انه انا ما راح استنى، اكيد لازم اخذ عينه واعملها كلتشر، هذا يعني هذا الجولد ستاندرد لاي انفكشن انه اخذ سبيسمن واعمل كلتشر عشان اشوف السنسيتيفيتي للانتيبيوتيك. لكن في هاي الحاله انا ما راح استنى الكلتشر لتطلع، فبعطي شيء اسمه امبيريك انتيبيوتيك. احنا ليش بالعاده بيحكوا لنا انه ايش الموست كومن اورجانيزم؟ هلا احنا لازم نحفظ الموست كومن اورجانيزم عشان نعرف شو الامبيريك انتيبيوتيك. ما بدي استنى على البيشنت فور اكزامبل اعمل له كلتشر وسبيسمن سواب والى اخره، لا بدي اعرف الموست كومن اورجانيزم. فور اكزامبل ستاف، انا بعرف الستاف انه هي كفرد بالفانكو، فاجاني واحد موست كومن ستاف بعطي فانكو مايسن انتل انها تطلع نتيجه الكلتشر. فامبريك انتيبيوتيك تمام بعطيه، بعدين بنعمل كلتشر وسنسيتيفيتي تيست، بعدين اكوردنج للكلتشر والسنسيتيفيتي اما بكمل على نفس الانتيبيوتيك او بغيره. يعني اذا كانت سنسيتيف للانتيبيوتيك بكمل عليه، اذا كانت ريزيستنت بدي اغير الانتيبيوتيك. تمام. طبعا ضروري جدا هاي الملاحظه انه وي جيف ايفن ذا امبيريكال انتيبيوتيك افتر دايجنوسيس تو افويد الماسكينج افكت. كيف يعني الماسكينج افكت؟ يعني مثلا مش اول ما اجى البيشنت انا بعدني ما بعرف شو ماله بحطه مثلا على سترايكر بعمل له ادمشن بعطيه انتيبيوتيك وانا لسه ما فحصته. طبعا هذا الاشي توتالي رونج. ليش؟ لانه انا لما اعطيته انتيبيوتيك انا عملت ماسكينج. عشان هيك معظم حالات الاوستيومايلايتس ومعظم حالات السيبتيك ارثرايتس ما بتتشخص، لانه قبل ما يشخصوها على السريع بعطوا البيشنت انتيبيوتيك، باجي افحصه بيكون البيشنت توتالي نورمال. تمام. فلا انا عملت له دايجنوستس فعلا مثلا هو عنده بارونيكيا، هلا بعطيه الامبريك انتيبيوتيك. تمام، بدون ما اعمل ماسكينج لاي شيء. هلا بعدين بعد ما طلعت نتيجه الكلتشر ببلش بالثيرابيوتيك اللي هو لا الابروبريت انتيبيوتيك. طبعا ابروبريت فور دوزج، ابروبريت فور ديوريشن، فور سنسيتيفيتي، فور ايج، فور ويت، كلها هاي الشغلات عارفينها. بعدين بعد الانتيبيوتيك طبعا ريست وسبلنتج واليفيشن عشان تو ريليف بين، لانه بدي اخفف الكومبريشن والاديمه، فبدي اعملها سبلنتج بطريقه معينه بنسميها الاوبتيمال بوزيشن، نيكست سلايد ان شاء الله راح نحكي عنها. بالاضافه الى درينج، الدرينج اذا الانتيبيوتيك اللي هو الكونزرفاتيف فيلد ما زبط وكان في عندي بس اكيوميليشن، للتريتمنت لاي بس في اي مكان انسجن اند درينج. تمام. بالاضافه الى الريهابيليتيشن، لانه اكيد هاي الهاند اللي يعني صار فيها ديس اوردر صار فيها كايند اوف ديس فانكشن، فواللي حكينا احنا الهاند كثير مهمه لان هي ريسبونسبل عن الفاين موفمنت والى اخره، فلازم اعمل ريهابيليتيشن لهاي الهاند. هلا هي حكينا انه في عندي شيء اسمه بسموه الاوبتيمال بوزيشن او السيف اموبلايزيشن، يعني انا لازم اعمل يعني سبلنتج للهاند بهاي الوضعيه. طبعا لاحظوا زي كاني ماسك كوب قهوه او كوب شاي. تمام. فبعملها اموبلايزيشن بهاي الوضعيه عشان تو يعني انشور انه انا ما راح يصير في عندي اي فردر انجريز. هلا بلاحظ بهاي الوضعيه ايش اهم شيء؟ انه في عندي ريست اكستنشن. تمام. هي اول نقطه المهمه انه هي من الصوره في عندي ريست اكستنشن. تمام جود. بعدين الميتاكاربوفالنجيال جوينت فولي اكستندد. تمام. بعدين الانترفالنجيال جوينت سواء البروكسيمال سواء الديستال انترفالنجيال جوينت برضو اكستندد، والثمب از ابدكتد. الثمب لما يبعد عن الميديال لاين بنسميه ابدكتد. فبدون ما هون هي الريست اكستندد، الميتاكاربوفالنجيال اكستندد، انترفالنجيال اكستندد، والثمب ابدكتد، بسموها هاي السيف او الاوبتيمال اموبلايزيشن.
تمام. هلا بالنسبه للدرينج حكينا عن انتيبيوتيك واللي هو الاموبلايزيشن. نيجي للدرينج. الدرينج لمين بنعمله؟ للابسس. شو هي الساينز اوف ابسس؟ ريدنس، ثروبينج بين، تندرنس، ممكن يكون في توكسيميك سيمتومز اللي هو مثلا نوزيا، فوميتينج، يعني شغلات كونستيتيوشنال. هلا الانسجن should be planned to give access to the abscess without causing injury to other structure, never be right angle across the skin creases. هلا عارفين احنا في عندي لانجر لاينز، تمام، اللي هو بتكون ماشيه مع السكن كريزز، انا بعمل الانسجن مع هاي اللاينز. طبعا نيكروتيك تيشو should be excised and the area is washed out and cleaned اللي هو debridement. فور اكزامبل انا كان عندي abscess هون، هلا بفتح الابسس بعمل الدرينج بشيل كل النيكروتيك تيشو بعمل irrigation، هاي بسموها debridement. The area then is thoroughly washed out and in some cases a catheter may be left in place for further post-operative irrigation. يعني خلينا مثلا ناخذ هاي الصورة، هنا كان في عندي ابسس، هلا اول اشي بعمل انسجن، فتحت الابسس مع السكن كريزز، بعدين يعني بنعمل واشينج اوت وايريجيشن ودبرايتمنت لكل الماتيريال اللي جوا. هلا بعدين في سيرتين كونديشن نترك كاثيتر اللي هي الجوز، تمام. ليش؟ وظيفتها انه تعمل دريننج اوت لاي لفت، لاي لفتد فلويد. يعني انا بخليها مفتوحه وبحط فيها هاي الجوز بسموها، عشان انه اي يعني اي accumulated fluid ضلت كذا انه تطلع ما ترجع جوا وترجع تعمل reinfection. يعني على فرض انا سكرت وعملت suturing وكان في minimal amount جوا من الانفكشن او من البس، هذا رح يعمل further infection، ممكن بالعكس يعمل complication، يعمل cellulitis and etc. ففي هاي الحالة لا، انا بخليها left open وبحط جوز، وبعدين يعني according. طبعا هلا رح نيجي نحكي انه هي should be re-examined within 24 hours، يعني السيمتوم should be resolved within 24 hours with اللي هو drainage with appropriate antibiotic. فإذا ما صار فيها resolving لازم أعمل further debridement. هون بحكي the wound is either left open، يعني مثلا بدي أحط جوز بخليه open، بخليه مفتوح، أو ممكن أعمل له suturing إذا ما في داعي، تمام. البص سبيسمن is sent for microbiological investigation. يعني هنا بحكي انه انا لازم اخذ عينة من هاي البص واعملها كلتشر عشان اشوف شو الانتيبيوتيك. طبعا هاي يجولي ما بيعملوها عنا، لكن هي خطوة جدا ضرورية خاصة للimmunocompromised patient، for example diabetic. At the end of the operation the hand is splinted in safe position اللي حكينا عنها، اللي هو thumb abducted metacarbo interphalangeal wrist extension. The hand should be re-examined within 24 hours to ensure that drainage is effective. If not, further operative drainage may be needed. يعني أنا هلا عملت له drainage، برجع له بعد 24 ساعة، برجع بتأكد خفت الإريديما، خف السويلينج، الفايت أو مش الفايت عفوا اللاب ريزلتس عنده بلشت تنخفض، معناته فعلا patient is improving. The inflammatory process is being subsided. لكن otherwise لا، معناته أنا لازم أعمل further debridement والانتيبيوتيك برضه according للكلتشر. طبعا شو الخطر؟ انه اذا ما عملت انا adequate drainage الاكيوت انفكشن بتحول الى chronic infection. chronic infection ممكن يوصل للبون، ممكن يعمل cellulitis، بغض النظر يعني الى عدة complication. هلأ رح ناخذ عن specific type. في عندي cellulitis، هاي الصورة هي cellulitis هون، البارونيكيا هاي الصورة هي البارونيكيا، في عندي صورة البلب سبيس انفكشن او الفيلون والويت لوب، هاي صورة الفيلون رح نيجي كيف نميز بينهم، سبكوتينيوس انفكشن وتندون شيث انفكشن، هاي الصورة تندون شيث انفكشن بسموها بايوجينيك تينوساينوبايتس، ديب فاشيال سبيس انفكشن وجوينت انفكشن بالاضافة الى البايتس. هلا نبلش بالسيليولايتس. السيليولايتس طبعا مش اونلي افكتنج الهاندز، هي ممكن افكت اي بارت من البودي. It is an acute inflammation لل connective tissue of the skin caused by strep و staph، ممكن other bacteria. The skin tissue in the infected area become red, hot, irritated, painful, tight, glossy, stretched appearance of the skin. ممكن يكون في عندي rash. Usually بتكون sudden onset، إلها sharp border مع rapid growth within the first 24 hours. يعني أنا كيف بدي أميزها عن other type من الانفكشن؟ هلا اللي هو بيكون well demarcated، يعني أنا باجي بتكون فعلا well demarcated، مثلا هي الليجن well demarcated redness، erythema، hotness، بتكون tightly glossy، تمام، وبتكون acute onset يعني usually less than 24 hours. ممكن تكون associated with constitutional symptoms، حكينا nausea، vomiting، joint stiffness. طبعا يعني برضو هي related للseverity of infection، كل ما كان الانفكشن severe أكثر
كل ما كانت السيفيريتي لهاي السيمتمز اكثر. طبعا سيليولايتس از موست كومن على الليجز والهاندز والارم. هاي الصوره واضحه، بنلاحظ انه هون في عندي تنسلي جلوسي سولن مع ريدش واللي هو سولن هاند، وطبعا اذا حسناها راح يكون في عندي هوتنس ويل ديماركيتد، يعني بلاحظ انه في هاي المنطقه هاي توتالي نورمال هاند، فبالتالي ويل ديماركيتد ليجن. الريسك فاكتور فور سيليولايتس انسكت بايت if neglected or treated inappropriately ممكن تؤدي الى سيليولايتس. History of peripheral vascular disease عمل مثلا decrease بالperfusion أو بالblood supply، بالتالي risk للinfection. Diabetes related أو ischemic ulcers. Injury أو trauma with break بالskin اللي هو wounds. وuse of immunosuppressive agents، يعني هذول النقطتين بندرجوا تحت الimmunosuppression، هذول النقطتين بندرجوا تحت التروما عفوا، وهاي تحت اللي هو a decrease بالblood supply. التريتمنت انفكشن اكيد انتيبيوتيك وانسايد فور بين كنترول بالاضافه الى السبلنتج. هلا نيجي للنيل فولد انفكشن او البارونيكيا. هاي هي البارونيكيا. البارونيكيا it is an infection بالبرينيكيوم which is called eponychium which is the epidermis bordering of the nail and it is the commonest hand infection. So هاي المعلومة مهمة. What is the commonest hand infection? The acute infection اللي هو البارونيكيا. طبعا شو المقصود؟ هي هلا أنا عندي هي الإبيدرمس حوالين النيل، طبعا هذا النيل بيد، هذا النيل بيد، هذا النيل بلاي، النيل بلايت عفوا، هذا النيل بيد، هذا الهايبونيكيوم، هذا الإيبونيكيوم، وهذا اللي هو البري اللي حوالين النيل، هذا على الجهة الثانية كله هذا البري. فالإنفكشن هذا هو بيكون في الإبيدرمس اللي هو سكن إنفكشن بالهاند، لكن بتكون حوالين النيل بليت والنيل فول، تمام؟ أو بالإبيدرمس بنيث. أوكي. Acute paronychia is usually a result of trauma, localized trauma. عملت مثلاً certain break بالسكن، دخلت الستاف أوريس، عملت infection. فالستاف أوريس والستريب بيوجينس هي the most common. The edges of the nail fold becomes red, swollen, and increasingly tensely tender. هاي signs لأي infection. يعني إحنا من أول ما بلشنا أخذنا cellulitis، أخذنا يعني the common inflammatory process، وهي البارونيكيا كلهم نحكي reddish, swollen, and tensely increasing tender area at site of infection. طبعاً أي infection left untreated والstaff موجودة risk for abscesses, tiny abscesses. may form in the nail bed. طبعا if it is left untreated راح تدخل تحت النيل. طبعا انا ايش بخاف اذا دخلت تحت النيل ممكن توصل للجيرمينال ماتريكس اللي هو الماده المسؤوله انها تطلع لي النيل كل فتره تعمل جروث للنيل. فاذا وصلت للجيرمينال ماتريكس معناته I lost the nail، تمام؟ ففي هاي الحاله ممكن انا اضطر اشيل هذا الجزء من النيل اللي وصل تحت الانفكشن. للتريتمنت at the first sign of infection treatment with antibiotic the first sign of infection treatment with antibiotic and frequent warm suck to increase the blood flow. طبعا انا لازم ازيد البلد فلو. ليش يعني؟ او انه مش لازم، هلا بعطي انتيبيوتيك وبحط له كمادات سخنه. ليش كمادات سخنه؟ بتزيد تعمل فازو دايليتيشن، بتزيد البلد سبلاي. البلد سبلاي بيساعدني انه اعمل ووش اوت للتوكسيك ماتيريالز الموجوده هناك. If pus is present, it must be released by incision at the corner of the nail fold, in line with edge of the nail. A plugged form of paraffin goes as used to keep the nail fold open. يعني هلا إحنا حكينا لما بعالج أي abscess وبعمل له drainage أنا عندي خيارين whether to lift it open أو بعمل له suturing. فهلا بنفهم إنه البارونيكيا لا بخليها مفتوحة وبحط البارافين جوز. ها هي البارافين جوز بحطها على طرف النيل فولد. هاي النقطة اللي حكينا عنها إنه إذا البص وصل تحت النيل لازم أشيل part of or all or عفواً or all the nail should be removed، تمام؟ يعني ممكن أضطر أشيله كله بحيث إنه أنا أحافظ على ما تبقى. هلا هاي الأكيوت بارونيكيا. طيب الكرونيك، هلا الكرونيك إيش سببها؟ أول شيء ممكن أكيوت وما تعالج صح، so inadequate drainage، أو ممكن يكون fungal infection. طبعاً إحنا عارفين إنه fungal infection هي mostly بتكون يعني بالimmunocompromised، سواء diabetic عندهم immunosuppression بياخذوا immunosuppressive agents بغض النظر، لكن الفنجل انفكشن الimmunocompromised بيكونوا عرضة أكثر، تمام؟ ومع ذلك أنا ممكن أشوفها بnormal people. هلا which requires a specific treatment، طبعا antifungal أو fungal infection أكيد بدي أعالج topical أو systemic antifungal.
But إذن الأسباب لا للكرونيك إما كان acute وكان له inadequate treatment أنا ما عالجته صح. مثلا for example كان في عندي بص وأنا بس أعطيته antibiotic ما عملت له drain، في هاي الحالة رح يتحول إلى chronic paronychia. أو كان fungal infection وكان مثلا عندي misdiagnosis مثلا fungal وأنا رحت أعطيته antibiotic فكرته بكتيريا، في هاي الحالة الفنجل still present الفنجاي still present رح تعمل chronic inflammatory process رح تؤدي إلى chronic paronychia. طبعا الفيلينج هلا انا اكيد راح يكون في عندي على الاغلب ابسس فلازم اعمل انسجن ودرين، بس ممكن احيانا وي هاف تو ليف ذا نيل بيد اوبن بنسميها مارسيبلايزيشن او مارسيبلايزد. ايش يعني هاي العمليه؟ انه انا هاي الصوره هي المارسيبلايزيشن، هلا انه انا عملت درينج وعملت ريموفال ودبرايتمنت لكل شيء، بعمل ستيتشنج للايدجز اوف ذا سكن وبترك هون زي باوتش بسموه يعني زي الكانجرو باوتش، تركت هون باوتش ليش؟ عشان اي يعني اي نيكروتيك ماتيريال اي شغلات ويست برودكتس اي شيء يطلع من هاي الباوتش اللي انا تركته مفتوح، هاي بسموها المارسيبلايزيشن بنعملها مع الكرونيك بارونيكيا. طبعا كير شود بي تيكن تو افويد الدمج للجيرمينال ماتريكس، واصلا هي هاي المهم انه انا ما اعمل دمج للجيرمينال ماتريكس. حكينا عن هاي الصوره تمام. هلا نيجي للديستال بلب سبيس انفكشن اللي هو احنا حكينا هذا الاسم اللي معتمد حاليا، زمان كانوا يحكوا عنه فيلون او ويتلو، حاليا بسموه ديستال بلب سبيس انفكشن. هلا حكينا اول ما بلشنا المحاضره انه هاي الديستال بلب هي عباره عن كومباكت فات، عباره عن فات وسبريتد بينه ايش، هاي عباره عن فايبرس تيشو تمام. هلا فهاي حكينا انه هاي كلوزد كومبارتمنت، بالتالي اي انفكشن اديما زياده بالبلد فلو ريسك انه يعمل زياده بالبريشر داخل هاي الكومبارتمنت وبيعمل ديكريز بالبلد فلو تمام. فا raise blood pressure within the bulb space causes intense pain. طبعا احنا حكينا في محاضرة الديسك هرنيشن اتوقع انه عشان يصير عندي بين في اي مكان لازم يكون عندي شغلتين inflammation inflammatory process بالاضافة الى compression due to edema وزيادة blood supply، بالتالي انا هون عندي ثنتين عندي edema وعندي inflammation فبالتالي راح يكون في عندي intense pain. If unrelieved it may threaten the terminal branches of the digital arteries اللي هو digital vessels which supplies most of the terminal phalanx، يعني ما تعالجت راح يضل pressure يرتفع راح يضغط على ال vessels اللي هو digital artery. digital artery هي اللي بتغطي distal phalanx اللي بتعفون supply distal phalanx كامل، بالتالي انا قطعت blood supply عن كل الconnective tissue كل البونز الموجودة في distal phalanx. فهنا برضو برجع بعيد على نفس المعلومة انه distal bulb هي closed compartment بالتالي الريسك للنكروسز عالية. بلب سبيس انفكشن طبعا احنا هون بنحكي عن البكتيريال وان لانه يعني ليتر اون ان شاء الله رح نحكي عن الويتلو اللي هو الفيرال تايب. فالبلب سبيس انفكشن يوجوالي ديو تو بريك او سبلنتر انجري اللي هو مثلا بتكون شظيه او اشي واستقرت عملت وند انجري دخلت الستاف، فالموست كومن اورجانيزم هي الستاف. طبعا تعمل الثروبينج بين لانه يوجوالي بتكون اسوشيتد مع ابسس بما انه الموست كومن هي الستاف، الستاف سوبريتنج بكتيريا فبتعمل يوجوالي ابسس. والساينز اوف انفلاميشن اللي من اول بنحكي عنهم اللي هو تندر سولن ريد انكريزنجلي تندر تنس فينجر تمام، او اللي هو السايت اوف انفكشن مش الفينجر كامل. هلا التريتمنت بكتيريال انفكشن سو انتيبيوتيك ايميديتلي بنبلش بالامبريك انتيبيوتيك. هاويفر اف بس هاز فورمد ات ماست بي ريليزد باي سيرجيكال انسجن ودرين. Post operative the finger is dressed with a loose backing of gauze and the wound will gradually heal by secondary intention. يعني انا عملت انسجن ودرنج هسا بتركه بسكندري انتنشن، احنا عارفين البرايمري انتنشن يعني انا بعمل سوتشرنج للجرح وبسكره انا، بالسكندري انتنشن وي ليف ات تو هيل باي اتسلف يعني بنتركه لحاله تمام. فهون احنا بنتركه بالسكندري انتنشن. طيب في حاله انه كان البلب سبيس انفكشن مش تريتد ويل وكان فور اكزامبل بكتيريال شو الكومبليكيشن الموست امبورتنت؟ كلهم طبعا موست امبورتنت اكشلي، بس ممكن يصير في عندي اوستيومايلايتس يعني ممكن السيفيريتي اوف انفكشن توصل للبون. طبعا اكيد اذا كانت يعني اذا كانت سكن انفكشن ان ريكوجنايزد معناته اذا وصلت للبون اكيد راح تكون ان ريكوجنايزد والاوستيومايلايتس مشكله. ممكن يكون ساينس فورميشن، طبعا شو المقصود في الساينس؟ انه بيكون في عندي كوميونيكيشن مع الاكسترنال انفايرمنت، يعني
كان في عندي ابسس، هذا الابسس كان انتريتد والى اخره، فبيعمل له زي كورس اوتسايد للسكن، بصير يعمل هو درين، بيفتح له كورس، هذا الكورس بنسميه ساينس، فممكن تعمل ساينس فورميشن زي ما حكينا ديجيتال فيسلز اوبليتريشن ديو تو انكريزنج بريشر، وهي اصلا كلوزد كومبارتمنت. ممكن فليكسور تينوساينوفايتس، ها ان شاء الله رح نحكي عنها ليتر اون، لكن ان جنرال ايش هي؟ هلا انا في عندي حكينا اللي هو الفليكسور تندن شيث، بتكون بتغطي الفليكسور تندن هون. هلا اي انفكشن هون انتريتد ممكن يوصل لهي الشيث ويعملها انفكشن، فبتعمل اللي هو فليكسور تينوساينوفايتس او السيبتيك ارثرايتس. طبعا هي سيبتيك ارثرايتس امرجنسي، تمام، فبرضه ممكن تخيلوا يكون فيلون انتريتد اصلا انفكشن ويعمل سيبتيك ارثرايتس مشكله، تمام. هذا البكتيريا اللي بنسميه فيلون، هلا هم اذا انا عندي مسمى واسع اسمه ديب بلب سبيس انفكشن، هذا الاسم اللي حاليا حتى مستخدم، يعني حكينا احنا الويتلو والفيلون اوت اوف ديت، مش كثير مستخدم حاليا، بيستخدموا مصطلح الديب بلب سبيس انفكشن. هلا الويتلو هو هيربتك فايرال، بينما الفيلون هو بكتيريال، والموست كومن هي الهربس، عفوا الموست كومن هي الستاف. هلا الوتلو هو الفيرال، الموست كومن طبعا انتم بتعرفوا انه ابوف ويست، مثلا انا هي عندي الويست الخصر، ابوف ويست الموست كومن هيربال انفكشن هو الهيربال 1، وبلو ويست اللي هو موستلي جينيتال، فالموست كومن انفكشن هو الهيربس فيروس 2، تمام. فالهيربتيك لو هو هاند انفكشن، فموستلي راح يكون هيربس 1. هلا الهيربس 1 كيف ممكن يوصل للفينجر؟ اما عن طريق اوتو انكيوليشن او during dental surgery، يعني ممكن يكون واحد عنده herbal ulcers بالثم وباكل اظافره for example، ويعمل هو auto inoculation. auto inoculation يعني هو دخل الفيرال pathogen بنفسه داخل الاصبع، زي ما حكينا واحد عنده herbal lesion بالmouth وvesicles والى اخره، وعمل auto inoculation مثلا باكل اظافره او كذا، عمل auto inoculation لحاله، او ممكن خلال dental surgery. هلا طبعا احنا عارفين اهم ما يميز الهيربال انفكشن انه بيكون في عندي سمول فيسيكلز، تمام، يلو فيسيكلز شايني، بتعمل كواجوليز مع بعض، يعني بتصير تتجمع مع بعض تعطيني لارجر فيسيكلز، بعدين بصير لها ألسريشن، تمام، بعدين بصير في عندي ألسريشن. اذا لما حكينا انه انا كيف بدي اميز ما بين الهربتك وتلو والفيلون، الفيلون بكتيريال ما رح يعطيني بالمره هاي الفيسيكلز والألسريشن والى اخره، لكن الوتلو هو عباره عن فايرال انفكشن، فممكن اللي هو بميز بيناتهم عن طريق الفيسيكلز والألسريشن. فزي ما حكينا small vesicles على الفينجر تيب coagulase and ulcerate. الكونديشن is self-limiting usually subsided after 10 days. herbtic wet law should not be confused with phelon. ليش؟ لأنه two different entities, two different treatment. يعني احنا حكينا عن الفيلون بتعالج antibiotic، وحكينا شو الكومبليكيشن إذا كان untreated، تمام؟ فما لازم أخربط بينهم. فيلون بيكون عندي increasing tender swollen red finger، في عندي مثلا history of trauma، تمام، بعالجها ب appropriate antibiotic incision ودرين. لكن إذا كانت herbtic أصلا هاي self limiting، تمام، فبس ممكن إذا كانت في early stages نعالجها ب acyclovir. طبعا surgery is unhelpful. ليش؟ لأنه هي بالنهاية viral infection، لا عندي بس ولا عندي إشي، بالتالي there is no need for surgery. بالعكس، وانا بحكي لك اذا عملت سيرجري you may expose the finger for secondary infection. يعني اصلا احنا عارفين انه من السيرجيكال كومبليكيشن انه يصير في عندي مثلا سيرجيكال سايت انفكشن، فهو اصلا ما كان عنده وانا باي سيرجري عملت عنده سيرجيكال سايت انفكشن، ف there is no need for surgery usually self limiting. اذا اجاني ب early stage، كيف يعني early stage؟ احنا عارفين انه قبل الهيربتك يعني ايروجن او قبل الامرجنس للهيربتيك فيسيكلز، قبل ما تطلع بيكون في عندي بيرنينج سنسيشن. طبعا كيف بدي اعرف؟ مثلا مريض جاي عنده اصلا هيستوري فور هيربال انفكشن، يعني مثلا عنده هيربال فيسيكل على الماوث والى اخره، وجاي هو بيحكي اصلا بضل يطلع لي فيسيكلز على الماوث او مثلا على الفيس، واجا عنده بيرنينج سنسيشن على التيبس اوف فينجر، مثلا بساله انه بتاكل اظافرك، حطيت اظافرك على سمك، بقول اه، معناته هنا بعرف انه mostly auto inoculation، بعطي acyclovir، تمام، طبعا بعد ما اعمل exclusion للother serious more serious underlying condition. من bacterial is more serious، تمام، فبعد ما اعمل exclusion للother causes بعطي course of acyclovir، واذا كان improved معناته فعلا هي herbtic infection.
هاي هون انا حطيت الصورتين عشان نميز. هاي سمول فيسيكلز، طلعوا كيف هاي لسه في مرحله الفيسيكل، هاي كانت فيسيكل بس صار فيها السريشن، بينما الفيلون ما في ولا فيسيكل ولا السريشن بس تنسلي سوولن ريد فينجر. تمام. هلا التندن شيث انفكشن، التندن شيث احنا حكينا بيكون في عندي تندن لفليكسورز اكستنسور موسلز، هاي التندن بتكون محاطة بمجموعة من الكونكتيف تيشو. ايش اهميتها؟ انه تو كيب التندن ان بليس، يعني وظيفتها انه تحافظ على هذا التندن على الفلنجيال عشان يعمل الاوبتيمال فانكشن تبعته. تمام. فهي المقصود بالتندن شيث اللي هو الكونكتيف تيشو اللي حوالين التندن. فهي closed compartment extending from the distal palmar crease to the DIP joint اللي هو distal interphalangeal joint. يعني هاي التندن شيث طبعا باختلاف flexor extensor بغض النظر تمتد من البالمر من هون الى distal interphalangeal joint. تمام. In the thumb and little finger the sheath are co-extensive with radial and ulnar bursa. طبعا احنا عارفين البيرسا اللي هو عبارة عن زي الكوشن بتكون over bony prominence وظيفتها تقلل الفريكشن and so on. فهلا رح نيجي نحكي شو هم الالنار والراديال وايش هاي، يعني هلا رح اجي ان شاء الله اشرح لكم هاي الفقرة على صورة. Which envelop the flexor tendons in the proximal part of the palm and across the wrist. These bursa also communicate with baron space in the lower forearm. كيف يعني؟ يعني مثلا نيجي على هاي الصورة، هاي الصورة البرسا اللي حكيت عنها هي الراديال على السايد للراديال للراديوس، وهاي الالنر برسا على السايد للالنا. هلا وهاي اللي هو اللي حكينا عنها هي التندن شيث، هاي هي عبارة عن التندن شيث، هي التندن. تمام. تندن هيو للدي اي بي من البالمر للدي اي بي، هاي التندن شيث اللي هو بتكون على التندنز. تمام. ممتاز. هلا هي الراديال، هون بدنا نتخيل انه هون في عندي الراديال بيرسا وهون في عندي ايش الالنر بيرسا. تمام. هلا هاي الراديال بيرسا والالنر بيرسا كوميونيكيت مع، طبعا اول شيء احنا حكينا انه الانفكشن اللي افكتنج التندن شيث ممكن ينتقل للبيرسا، وهاي البيرسا ممكن الانفكشن اللي فيها ينتقل لوات از كولد البارونز سبيس. هذا البارونز سبيس الموجود بالاحمر هنا طبعا هو محصور ما بين تو ماسلز اللي هو الكواد اللي هو المسلسل سيدنا محمد، الديجيتورم بروفند، الديجيتورم فليكسور ديجيتورم بروفندس والبرونيتور كوادريتس. هاي الفليكسور ديجيتورم بروفندس والبرونيتور كوادريتس هذول التو ماسلز. هذا السبيس اللي موجود ما بيناتهم اسمه البارونز سبيس، هذا اللي فوق الميديان نيرف. ليش حكيت انه اللي فوق الميديان نيرف وبدي اركز على هاي النقطه؟ لانه الانفكشن اول اشي كان على التندن شيث ما عالجناه انتقل للبيرسا، ما عالجناه هاي البيرسا كوميونيكيتس مع هذا السبيس. طب واذا ما عالجنا هذا السبيس انسي انه راح يعمل يعني disseminated infection، راح يوصل للديب سبيسز، ممكن يعمل سيلولايتس، ممكن يعمل اوستيومايلايتس بغض النظر، لكن ممكن يعمل كومبريشن على الميديان نيرف جست ابوف ات، فبيجيني البيشنت باكيوت كاربال تانل سيندروم. يعني ممكن اللي هو تينوساينوفايتس البرزنتيشن يجي له اكيوت كاربال تانل سيندروم، بعرف معناته انه صار في عندي سبريد للانفكشن للبارونز سبيس وصار في عندي كومبريشن على الميديان نيرف. فهي هاي الفقره برجع بعيدها اللي هو بالثمب والليتل فينجر، حكينا عن الراديال والالنر بيرسا، الالنر والراديال بيكونوا على هذا السايد. which envelop the flexor tendon بالبروكسيمال بارت، وهي البيرسا كوميونيكيتس مع البارونز سبيس اللي هو حكينا ممكن يجي البيشنت باكيوت كاربال تانل سيندروم. تمام. هلا في تايب بايوجينيك، بايوجينيك من اول ما بسمع بايوجينيك معناته على الاغلب في بس فورميشن، معناته على الاغلب الموست كومن اورجانيزم هي الستاف اوريوس، فالكومنست اورجانيزم هي الستاف اوريوس. طبعا هي انكومن ولكن دينجرس، ات از يوجوالي فولوز ا بينتريتنج انجري. هلا في كرايتيريا، الكرايتيريا هاي مهمه جدا جدا وبتيجي اسئله، يعني اولموست تقريبا وان باي انذر، يعني تقريبا كل امتحان والثاني بجيبوا كانفيلز كرايتيريا. فالكانفيلز كرايتيريا للفيكسر تينوساينوفايتس طبعا هي احنا حكينا تمتد من البالمر للدي اي بي، هنا كانت افكتنج الاندكس. طبعا بلاحظ انه في عندي اوبفيوس انه في انفكشن، في عندي تندر ريد سولن تنسلي
فينجر. هلا بس في كرايتيريا معينه انه يكون في عندي تندرنس على الكورس للفليكسور تندون، يعني الفليكسور تندون ماشي هون بكون في عندي تندرنس عليه كامل، لما بمسكه بكون في بروفوكينج للبين. فيوزي فورم او سيمتريكال سويلينج للفينجر، انا ملاحظ انه هو زي اصبع النقانق كامل كامل كله كان سولن. بين وذ باسيف رينج اوف موشن، يعني بحكي للبيشنت تحرك اصبعك، بحرك اصبعه بيكون في عنده بين ريستريكتد رينج اوف موشن، بالاضافه الى فليكس بوستشر اوف ذا فينجر، يعني بلاحظ انه هذا البين او هذا الاصبع هو اللي انفولف بالانفكشن، البيشنت عامل سلايت سلايت فليكشن. طبعا هاي الفليكشن هي عباره عن ريليفينج بوستشر، عشان يعمل ديكريز للتنشن والكومبريشن بيعمل سلايت فليكشن تو ريليف بين. تمام، هلا كيف بدي اعمل دياجنوسيس؟ ايرلي دياجنوسيس حسب الكلينيكال فايندينج اللي هو الكامبلز كرايتيريا اللي حكينا عنهم على السريع، اللي هو واحد عنده فيوزي فورم سويلينج على كل الاصبع سيمتريكال، عنده بين على الباسيف موفمنت، عنده تندرنس على الكورس للفليكسر تندون، بالاضافه الى اللي هو استاذ محمد النقطه الرابعه اللي هي فليكس بوستشر على الفينجر. طب اذا ما ساعدنا الكلينيكال فايندينج بروح بعمل الترا ساوند، شو بلاقي على الالترا ساوند؟ انفكشن، فرح الاقي ثيكنينج للتندن يوجوالي بيكون مور ذان 25%، بالاضافه الى اي انفكشن رح الاقي في فلويد اكيوميليشن بالتندن شيث، فثيكنينج للتندن اكثر من 25%، بالاضافه الى اكيوميليشن للفلويد بالتندن شيث. طيب لنفترض انه ما اجاني بالارلي ومثلا ما لاحظت الكامبلز كرايتيريا، الديلي بالدياجنوسيس بيؤدي الى بروجريسيف ريز بالبريشر، بيؤدي الى فاسكولار اوكلوجن وتندن نيكروسيس. In neglected cases, infection may spread proximally على الراديال والألنر بيرسا. طبعا حكينا انه انا في عندي هون على الراديال وهون الألنر بيرسا. طب اذا انتقل على البيرسا غير السبريد على البارونز سبيس، ممكن يعمل what is called a horse shoe abscess اللي هو اذا راح على الألنر والراديال بيرسا، برضو ممكن يروح على الفليكسور كومبارتمنت والبارونز سبيس. بارونز سبيس اوف ذا فور ار بيجي بميديان نيرف كومبريشن اكوت كاربال تنل سيندروم. التريتمنت، هلا التريتمنت اول شيء الهاند از اليفيتد اند سبلنتد واي في انتي بايوتيك، يوجوالي بنعطي برود سبيكترم بنسلين او سيفالوسبورين. ستاف بنعطي كفرج للستاف، فالهاند از اليفيتد بالاضافه للاي في انتي بايوتيك. طبعا بدنا نعمل درينج واللي هو انسجن انت درينج. هلا كيف بعمل الانسجن؟ مش احنا حكينا انه الفليكسور هو كامل افكتد، الفليكسور تندون شيث، فالفليكسور تندون شيث احنا حكينا اللي هو يمتد من البالمر للي هو الهاي. طبعا مش شرط انه البالمر يكون افكتد، يعني يوجوالي بهاي المنطقه اللي هو بس الفينجر. فبعمل اللي هو انسجن على الديستال اند وانسجن على البروكسيمال اند. هي هون عامل انسجن على البروكسي على الديستال وان وانسجن على البروكسيمال وان. عملت انسجن بعمل اريجيشن always from proximal to distal، بعمل irrigation هيك. ليش؟ لأن أنا ما بدي الانفكشن يرجع، أعمل له irrigation from distal to proximal، أنا هيك برجعه بالعكس على proximal compartment، فأنا بعمل له irrigation from proximal to distal. عملت له بعمل له irrigation وbirrigation solution. هلأ ممكن إذا كان في عندي involvement للradial والulnar person اللي حكينا عنهم هون، ممكن أحتاج another third incision يكون موجود هون، تمام؟ أو هون، طبعاً حسب which person is involved. إذا كانوا الثنتين ممكن نحتاج to another further incision. طبعاً post-operative بعمل dressing وبعمل splintage باللي هو optimal position اللي حكينا عنها أو safe immobilization اللي هو الهاند الريست والميتاكاربوفالنجيال والانترفالنجيال extended والthumb abducted. هيك بنكون خلصنا الفيلون والويتلا والهيربتك والسيليولايتس والبارونيكيا، تمام، واللي هو التندن شيث انفكشن او تينوساينوفايتس. اخذنا البايوجينيك، والبايوجينيك بتشخص بالكانفل كرايتيريا. هلا نيجي للديب فاشيال سبيس انفكشن. هلا انا في عندي تو فاشيال سبيسز اللي هو الثينر والميد بالمر، هذا الميد بالمر وهذا اللي هو الثينر سبيس. طبعا من اسمها ديب معناته هي لوكيتد ديبلي، مش سوبرفيشال انفكشن. طبعا يوجوال ات از انفكتد باي بينتريتنج انجري او سكندري سبريد فروم انفكتد تندن شيث، يعني بما انها ديب مش سوبرفيشال فيوجوالي مش سمبل سكن ووند راح يعمل فيها انفكشن لانه هي مش سوبرفيشال، فبالتالي موستلي الليدنج كوز للانفكشن بيكون عباره عن بينتريتنج انجري وصلت لهي المنطقه
او زي ما حكينا كان تندن شيف انفكشن وما تعالج appropriately وصل للميد بالمر او للثينار سبيسز. كلينيكال ساين it may be misleading. ليش؟ هلا لانه the hand is painful يعني هو عنده بين. ليش؟ نتيجه الكومبريشن والانفلاميشن رح يصير في عنده بين، تمام؟ ولكن لما باجي بفحص الهاند ممكن ما يكون في سويلينج او هوتنس او اللي هي او مينيمال سويلينج اللي هي الساينز اوف انفكشن اللي احنا عارفينها. ليش؟ لانه هذا ديب سويلينج او ديب انفكشن عفوا، فديب انفكشن ممكن ما يكون كثير اوبفيوس على الهاند اكسترنالي، تمام؟ while the dorsum bulges like an inflated glove، ممكن طبعا الدورزم of the hand due to infection يكون bulging outside. There is extensive tenderness، طبعا أكيد في بين. و patient holds his hand as still as possible، يعني في عنده بين لكن هو حكينا signs the other signs اللي هو إنه يكون في hotness, redness, swelling ممكن ما تكون obvious كثير لأنه deep infection، بس the patient أكيد رح يكون in pain و tender to touch يعني ما بقدر، ورح يكون حامل إيده to avoid the movement لأنه the movement provoke the pain. Occasionally deep infection extend proximally across the wrist causing symptoms of median compression. برضو هذا الانفكشن ممكن يعمل invasion ويعمل compression على الميديان نيرف. بالتالي مين هم الكمبريشن على الميديان نيرف؟ هلا مين هم الانفكشنز اللي بيعملوا compression على الميديان نيرف؟ اللي هو deep facial space infection بالاضافه الى اللي هو tenosynovitis اذا كان في spread للparons space. هلا رح نحكي عن البايتس. البايتس في الموست كومن اللي هو الدوغ بايت او الكات بايت which is accounts for 10% والهيومن بايت for 15%. طبعا الموست دينجرس اللي هو الهيومن بايت، هاي الموست دينجرس بايت. rarely involved هلا الدوغ بايت هي usually involve the lower part of the body مش الابر بارت. هلا الاورجانيزم عاده بتكون الستريب والستاف والباستوريلا مالتي سيدا. طبعا هاي الباستوريلا مالتي سيدا هي عبارة عن جرام نيجاتيف نون موتايل بنسلن سنسيتيف بكتيريا. التريتمنت اريجيشن ديبرايتمنت. ليش؟ لانه هذا اوبن وند يعني رح يجي البيشنت زي هيك. هاي عبارة عن صورة لدوغ بايت، فهاي كلها اوبن وندز ريسك لسيلولايتس. فيجولي بنعمل ديبرايتمنت واريجيشن و delayed one أو primary suture. شو معنى delayed؟ يعني يجي later on بعدين إحنا بنعمل suturing مش immediately. و augmentin. الأugmentin طبعا اللي هو الأموكسيسيلين والكوأموكسيكلاف اللي هو الأموكسيسيلين والكلافيلونيك أسيد اسمه augmentin أو كوأموكسيكلاف kind of antibiotic. cat bite it is more frequently بتأدي إلى infection. ليش؟ لأنه إلها deeper penetration، تمام؟ فdeeper penetration risk للinfection أعلى. 50% pastorella multicida. rapid inflammatory process يعني usually within 24 hours the patient starts to complain من signs of infection. بكون في عنده أول إشي swelling بعدين بصير في عنه redness increasing tender finger أو حسب site of bite. التريتمنت انتيبيوتيك وسيرجيكال درينج والانتيبيوتيك الاوغمنتين برضو يوسفل. هلا الهيومن بايتس يوجوالي بتيجي بديلايد برزنتيشن may not give accurate history يعني يوجوالي ما بيجي بحكي لك انه في حدا عضني. فايت فيست فايت او بسموها اللي هو الكاتش انجري هلا رح نيجي نحكي عنها اللي هو الفيست انجري. هاي 80-60% من الهيومن بايت هي زي ما احنا شايفينها هون بالصورة انه بيكون واحد بده يعمل بوكس بانش لحدا معين فهو عشان تدفند همسلف بعض هاي المنطقة يجولي بتكون على الميتاكاربوفالنجيال اريا. الستاف والستريب هي الموست كومن. التريتمنت ديبرايتمنت اكسبلوريشن اند لوك فور ميتاكاربوفالنجيال joint involvement. طبعا ليش؟ لانه الهيومن بايت كان بي سترونج انف تو فراكتشر الميتاكاربال بون فاحنا ممكن نضطر حتى مرات نعمل اكس راي عشان تو اكسكلود اذا في عندي بون فراكتشر والى اخره. بالاضافه للانتيبيوتيك ممكن نستخدم الايجومنتين. طبعا بالنسبه للهيومن بايت، الهيومن بايت هي الموست دينجرس. ليش؟ لانه في عندي سيرتن سبيشيز من البكتيريا موجوده طبعا بالهيومن ماوث فبتكون مور سيريس دان الكات والدوغ بايت. عشان هيك لازم يعني هون ممكن طبعا اكوردنج للدبث اكوردنج للوند كاركترستيك نعمل ديبرايتمنت نعمل اريجيشن لكن دائما بالهيومن بايت دائما ديبرايتمنت از مانداتوري في كل الاحوال سوبرفيشال مش سوبرفيشال بغض النظر لازم اعمل ديبرايتمنت.
هلا الـ human bites injuries to the hand usually results from direct bite أو fight bite أو سموها clinch fist injury اللي حكينا عنها إنه واحد مثلاً وجه box injury لشخص معين ف to defend himself فعمل biting لل other person. Direct human bite injuries are visually evident. يعني هلا هاي الصورة بالهاند. هلا usually بلاقي في عندي مكان سنان. يعني بتكون واضحة إنه هاي human bites. Clenched fist injury typically characterized by 3-5 millimeter laceration at dorsum of the hand أو عند metacarbopharyngeal joint. يعني نرجع لهاي الصورة كيف هلا يعني usually واحد ضرب واحد بوكس وين بده يعمل له bite على هاي المنطقة اللي هو إما metacarbopharyngeal joint أو at dorsum of the hand. ويجول بتكون لاستريشن من 3-5 مليمتر. هلا السيفيريتي للهيومن بايت انه توث باور ماي بي انف تو بنتريت الاكستنسر تندن الموجوده بالاضافه للميتاكاربوفالانجيال جوينت. واحيانا السيفيريتي ممكن توصل لفراكتشر بالميتاكاربال بون او الفالانجيال بون. فعشان هيك لازم نعمل اكس راي. اذا انا بالهيومن بايت عندي شغلتين مانداتوري، لازم اعمل ديبرايتمنت وايريجيشن بغض النظر عن السيفيريتي للبايت وبغض النظر عن السيركمستانسز. الشغل الثاني انه لازم اعمل اكس راي اتاكد انه ما في فراكتشر بالبون. جرام ستين ريزلت شود جايد انيشال انتيبايوتيك ثيرابي. ذا وند شود نوت بي سوتشرد. اذا هاي مش من الوندز اللي بعملها سوتشرينج، بخليها بالسكندري انتنشن لحالها. The hand should be splinted بالoptimal position اللي حكينا عنها، وبالإضافة إلى occupational rehabilitation. هيك خلصنا الهاند انفكشن. هلأ نحكي عن common disorder. أول إشي راح نحكي عنه إن شاء الله اللي هو التريجر فينجر. التريجر فينجر أو بسموه الستينوزينج تينو سينوفيتس. الاتيولوجي هو more common in patients with diabetes, younger patients, people with rheumatoid diseases. هلا repeated motion of finger may cause irritation producing tenosynovitis which is inflammation بالtendon sheath mainly الflexor للwrist والfinger والthumb abductor pollicis بيعمل thickening forming nodule which not easily slide. كيف يعني؟ حكينا انه انا في عندي التندن، هي هاد الفلكسور تندن، تمام؟ اوكي، حكينا انه هذا التندن عليه شيث، هاي الشيث هي عبارة بالصورة هاي أوضح، هاي هي عبارة عن التندن شيث، تمام؟ بسموها بولي، تمام؟ رح نحكي عن إشي هلأ بالمانجمنت A1 بولي، فهاي اسمها بولي، تمام؟ هلأ هاي البولي وظيفتها إنه تثبت التندن الأندرلاينج تندن مكانه، بالتالي ما يتحرك، وبالتالي إنه تعمل له جايدنس، يعني يعطيني الأوبتيمال فانكشن. هلأ المشكلة إنه أنا صار في عندي infection due to certain reason for example diabetic وإلى آخره، صار في عندي infection بهذا البولي اللي هو التندن شيث، تمام؟ هذا الانفكشن راح يعمل swelling وإلى آخره، بالتالي it will affect the tendon function، راح يأثر على الفليكشن، تمام؟ هلأ إذا صار في spread للانفكشن من الشيث إلى التندن نفسه، يعني أنا هون صار في عندي spread للانفكشن من الشيث للتندن، التندن راح يصير فيه swelling، راح يصير فيه irritation، راح يصير فيه pain، تمام؟ راح يصير نتيجة الirritation والswelling في عندي إشي اسمه اللي هو النوديول، تمام؟ نتيجة هاي إيش النوديول؟ هاي inflammatory response، أوكي؟ إذن هاي هي النوديول عبارة عن inflammatory response. بس خليني أمسح هدول الأشياء عشان نشرح بشكل أوضح هلا، تمام؟ فهاي النوديول هي عبارة عن inflammatory response. هلأ هاي النوديول يعني كيف مثلا لما تحط إشي تحت الباب تفتحه بالباب بلش يدقر. هلأ إذا حطيت إشي أكبر تحت الباب، الباب رح يصير يدقر أكثر. حطيت إشي كبير زيادة، الباب رح يبطل يفتح، تمام؟ نفس المبدأ. هلأ هاي كانت inflamed، هلأ هاي إيش وظيفتها؟ تعمل flexion. هاي كانت inflamed وظيفتها تعمل flexion. هلأ لما بتكون مش large enough رح يعني لما بعمل extension للفينجر رح تعمل sliding، رح تنزل تحت الشيث هاي، تمام؟ بعمل extension بتنزل تحت الشيث. الchronic irritation لإلها رح يعمل further enlargement، فرح تكبر لحجم بحيث انه رح تبطل توسع تنزل تحت الشيث لما بعمل extension. بالتالي ايش رح يصير؟ رح يصير stuck الفينجر، رح يعلق بهاي الوضعية اللي هو الفليكشن. ليش؟ لأنه أنا هنا في عندي نوديول مش قادرة تنزل تحت الشيث. ليش؟ لأنه الإريتيشن والإنفلاميشن كان إناف إنه يخليها لارج بحيث إنها ما توصل تحت التندن.
هذا هو التريجر فينجر. طبعا ليش بسموه تريجرينج؟ لانه هاي الحركه لما بحاول اعمل اكستنشن لإله رح تعمل تريجرينج للبين، لانه انا بدي احشر نوديول تحت الشيث، فهاي الحركه بتعمل تريجرينج للبين فسموه تريجرينج فينجر او ستينوزينج تينو ساينوفايتس. فهي الفكره انه الثيكنينج والانفلاميشن بيعمل نوديول، هاي النوديول داز نوت سلايد ايزلي. وين داز نوت سلايد ايزلي؟ تحت التندن شيث، بالتالي راح تخلي البي اللي راح تخلي الفينجر ستك عالق في هاي الوضعيه. هلا الساين والسيمتم، الساين والسيمتمز حكينا عنهم فعليا احنا بالصوره اللي هو ريزيستنت للري اكستنشن، حكينا الاصبع راح يعلق هيك لانه هاي بطلت تنزل تحت التندن شيث، بالتالي الاصبع ما بيعمل اكستنشن، او لما بعمل اكستنشن بعطيني سنابينج ذات از بالبابل او اودابل او بينفول، يعني زي طقه، تمام، بيوجع انه بيحاول يعمل اكستنشن للفينجر راح يوجعه لانه هو بيحاول يعني يحشر النوديول تحت الشيث، فبالتالي اكيد راح يكون في بين. بالبيشن اللي بروديوسز بين يعني تندرنس، بالاضافه انه انا ممكن هون لما اجي على الديستال اند هون احس انه في عندي نوديول جاي من السولن تندن، فلوم كان بيفلت وذن التندن شيث على الميتاكاربوفالانجيال جوينت. هلا في ريكرنت تريجرنج اب تو 6 مانث ليتر اكرز ان اوفر اللي هو 30 بيشنت، يعني تقريبا 30% من المرضى بصير عندهم ريكرنت تريجرنج فينجر، وريكرنت يعني بيكون within 6 مانث. هلا المانجمنت يوجوالي ات از انفلاميشن، تمام، هو كوزد باي انفلاميشن. فاذا كان ايرلي دايجنوست بعمل ايش؟ انجكشن، لا حكينا عنها في المحاضره السابقه، اللي هو الموست بوتنت انتي انفلاماتوري دراج اللي هو كورتيكوستيرويد، فممكن اعمل انجكشن للكورتيكوستيرويد بالتندن شيث. هلا اذا كان ريكرنت حكينا انه 36% بيجيهم بعد 6 اشهر ريكرنت تريجرينج فينجر، خاصه الريسك فاكتور اللي حكينا اللي هم الديابيتيك اليونج بيشنت والى اخره، ممكن يحتاجوا سكند انجكشن. طب اعطينا السكند انجكشن وما زبط، بنسميهم ريفراكتوري كيسز، يعني خلص ما زبط، اعطيت فيرست دوز ستيرويد ما زبط، سكند دوز ما زبط، هلا هدول بدهم سيرجري. السيرجري بعمل سكشن للاي 1 بولي بالفايبرس شيث انتل التندن از فريلي موفد. كيف يعني؟ يعني مش حكينا في هون انا عندي المشكله كلها البولي، البولي هي اللي كانت انفلامد ونقلت الانفلاميشن للتندن، بالتالي التندن صار فيه نوديول does not slide easily فصار الفينجر ستك. فالفكرة انه انا بفتح وبعمل ريليز لهاي البولي، يعني بعملها سكشن، تمام، فبالتالي انا بعمل ريليز للتندن وبعمل ريليف للكمبريشن وبيرجع يعمل اكستنشن نورمالي. هلا رح نحكي عن الدوبترنز كونتراكتشر. دوبترنز كونتراكتشر عفوا احنا كثير بنسمع انه هو جاي مع الكرونيك ليفر ديزيز، بس الدوبترنز كونتراكتشر هو مش يعني هو مش ديزيز، تمام، هو باثولوجي يوجوالي انديكيتس اندرلاينج فيرذر باثولوجيز. الموست كومن اللي احنا عارفينها من الماكلويد اللي هو الكرونيك ليفر ديزيز، هو عباره عن ايش؟ عباره عن هايبرتروفيك كونتراكتشر، تمام، للسوبرفيشال بالمر فاشيا اللي هو البالمر ابنيروسز. هي البالمر فاشيا او البالمر ابنيروسز صار فيها هايبرتروفيك كونتراكتشر نتيجه بروليفريشن لا المايوفايبروبلاست. هاي ضرورية جدا المعلومة، برضو تقريبا كل امتحان ورا الثاني بيجيب انه الدوبترنس كونتراكتشر is due to what? Due to proliferation بالمايوفايبروبلاست والفايبروس تيشو، فبالتالي كونتراكتشر رح يعمل فليكشن على الـ MCP والـ PIP اللي هم الميتاكاربو فالانجيال والبروكسيمال انتر فالانجيال جوينت. هي البالمر فاشيا صار فيها هايبرتروفيك بروليفريشن للمايوفايبروبلاست، عملت كونتراكتشر فليكشن بالفينجرز على البي اي بي والام سي بي. هلا الابيديميولوجي والجينيتكس ات از اوتوسومال دومينانت، لانه هلا رح نيجي 60% من الحالات فاميليال، فايش المود اوف انهيرتنس بالفاميليال كيسز؟ ات از اوتوسومال دومينانت، بتصير بالفيفث للسيفنث ديكيد تو مور او يعني تو تايمز مور بالميل ذان الفيميل، والبريفالنس انكريزينج وذ ايج. هلا ات مي بي اسوشييتد وذ اتش اي في، الكوهوليزم، دي ام بيشنت، ابيليبسي سبيشال الفينوتوين ثيرابي على الانتي ابيليبتيك فينوتوين، بالاضافه الى السي او بي دي اللي هو كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيزز او بولمونري ديزيزز. تمام، هلا الانيشال ديسكريبشن للدوبترنز كونتراكتشر يوجوالي بيكون ميل بيشنت، لانه حكينا هي تو تايمز مور كومن بالميل، بيكون بالفيفث للسيفنث ديكيد، يعني تقريبا عمره بالخمسينات والستينات.
حكينا 60% بيكون عندهم بوزيتيف فاميلي هيستوري، فلازم اسال في حدا من العيله عنده نفس المشكله، والمود اوف انهيرتنس هو اوتوسومال دوميننت. هلا اتفرجت على ايده، فعلا كان عندها دوبي ترانس كونتراكتشر، وي هاف تو اكزامين الاذر هاند، تمام؟ لانه موست يعني موستلي اذا كان فاميليال يوجوالي ات از باي لاترال، فلازم اشوف الاذر هاند، فبوث هاندز مي بي افكتد اذا كان فاميليال. The palm is puckered, nodular and thick, what is called Garrot's pad. هاي هي Garrot's pad. هي عبارة أو بسموها knuckle pad زي العقدة. هي عبارة عن benign fibrofatty subcutaneous pad موجودة على الـ PIP الـ proximal interphalangeal joint. هلأ بالتالي هي عبارة برضو عن overgrowth للـ fibrofatty tissue subcutaneously. هلأ ممكن أخربطها مع الروماتويد نوديول، تمام؟ لكن هاي بينلس بالإضافة للأذر أسوسيشنز للروماتويد، روماتويد فاكتور نيجاتيف and it's on so on، تمام؟ فهاي الجارودز باد. هلأ ممكن يكون في عندي نفس المشكلة على البلانتر أسبكت بسموه لتر هاوس نوديول، تمام؟ اللي هي لتر هاوس نوديول اللي هو برضو عبارة عن فايبرو فاتي بروليفريشن أو نوديولز على البلانتر سيرفيس اوف ذا فيت، تمام؟ طبعا بتكون برضه نتيجه هايبرتروفي بالليجمنتس، والكوز تبعها برضه ممكن يكون الكوهوليزم اللي هو كرونيك الكوهوليك بيشنتس، ريبيتد تروما، دي ام، كرونيك كيدني ديزيز، انتي ايبليبتيك دراج زي الفينوتوين، برضه ممكن تعمل هايبرتروفي بالليجمنتس الموجوده تحت على البلانتر سيرفيس للليج او الفوت عفوا. هلا المانجمنت، المانجمنت انا نون اوبراتيف ان موست بارت ات از ان افكتيف، فموست الحالات معظم الحالات تريتد سيرجيكالي. هلا ستيرويد انجكشن ان ميديول ذات ار نوت اسوشيتد وذ كورد كان سلو ذا بروجريشن، يعني بالنهايه هاي عباره عن ان جوينج بروسيس، هي عمليه هايبرتروفي للليجمنت ديو تو بروليفريشن لا او الابنيوروسيس ديو تو بروليفريشن للمايوفايبروبلاست، والبروليفريشن اون جوينج راح يكمل، فبالتالي انا ممكن اعمل انجكشن للستيرويد جاست تو سلو داون البروسيس، يعني بس ابطئها بحيث انه ما يصير البروجريشن سريع، تمام؟ لكن معظم الحالات بتتعالج سيرجيكال. سيرجيكال زي ما احنا شايفين هون بعمل ريجينال بالمر فيشيوتومي، يعني بعمل زي كت واعمل لينكثينج للتندن، بطول التندن عشان الكونتراكتشر، تمام؟ فموستلي تريتد سيرجيكالي بالزد بلاستي، هاي اللي هو الزد بلاستي طبعا الهدف منها انه انا اطول الكونتراكتشر تندن، تمام؟ فبالتالي اعدل الديفورميتي اللي صارت. هلا نيجي للديك اللي هو الديك ويرفينز ديزيز. ديكويرفينز ديزيز هذا من الريست انجري، تمام؟ افكتنج الثمب والريست، بسموه اللي هو ستينوزينج تينوساينوفايتس لتو ماسلز اكستنسور وابدكتور بوليسس لونجس وابريفس. هلا هي عندي الاكستنسور بوليسس لونجس وظيفتها تعمل بريفس وظيفتها تعمل اكستنشن للثمب، والابدكتور بوليسس لونجس وظيفتها تعمل ابدكشن. اذا انا في اشي بعمل عندي اكستنشن للثمب اللي هو الاكستنسور بريفس، وابدكشن للثمب اللي هو ابدكتور بوليسس لونجس. هلا ليش هاي؟ لانه هاي ضروريه جدا، بما انه انا عندي مشكله بهذول الحركتين، بالتالي التست اللي بدي اعمله للمرض يعتمد على الاكستنشن ويعتمد على الابدكشن كونه هذول الافكتد موشنز، تمام؟ هلا الكونتريبيوتينج فاكتور هو موستلي ايديوباثيك، ممكن يكون اوفر يوز او بوست تروماتيك، عملت انجري، عملت اريتيشن لهي المنطقه بالاضافه الى بوست بارتم. طبعا هو كايند اوف تينوساينوفايتس عند التندن شيث الموجوده على الاكستنسور بوليسس بريفس والابدكتور بوليسس لونجس، صار فيها انفلاميشن، عملت اريتيشن وليميتيشن بالاكستنشن والابدكشن للثمب. كلينيكال فيتشر يوجوالي هو كمان بالفيميل اكثر، فوومن تقريبا بتيجي بالفورتيز والفيفتيز، كومبلينز من بين على الراديال اسبكت في هاي المنطقه، معناته الراديال اسبكت للريست. Sometimes there is visible swelling over the radius styloid at tendon sheath which feels like a thick and hard. هاي الستايلويد بروسيس يعني هو فعليا موجود هون، بده يكون الستايلويد بروسيس اللي هو هذا موجود في هاي الصورة. هلا ممكن نتيجة الانفلاميشن يكون في عندي تندرنس وثيكنينج في هاي المنطقة. The most accurate على التب of the styloid radius اللي هو التندرنس، فيكون في عندي تندرنس بهاي المنطقة اللي هو على التب of the styloid process of the radius، هاي the most accurate للdiagnosis of decovarian disease.
هلأ حكينا أنا في عندي حركتين affected، هو mainly affecting two motion اللي هو ال extension وال abduction للفينجر. بالتالي لما بدي أعمل له clinical assessment أنا بدي أشوف هذول الثنتين affected، طبعا بالإضافة إلى ال most accurate اللي هو tenderness على الستايلويد بروسس والبين على الراديال aspect وإلى آخره. هلا اول شيء في عندي الفينكلشتاين تيست. فينكلشتاين تيست اللي هو بخلي البيشنت يدخل الثم جوا ويعمل ايش، اكستنشن، انا بزيد له بالاكستنشن هذا يعني عشان اعمل ستريتشنج. تمام، اذا كان في فعلا انفلاميشن اوريتيشن هاي الحركه الاسترتشنج راح تعمل فيرذر كومبريشن، فبالتالي ات ويل بروفوك البين. فاذا كانت بوزيتيف معناته هايلي سجستيف. بالإضافة إلى الهيتشهايكر ساين اللي هو إنه يعمل هاي الحركة، هاي الحركة هو بيعمل إكستنشن مع أبدكشن، فبالتالي إذا كانت ليميتد مش قادر أو بروفوك سبين يعني هاي الحركة بتعمل عنده بين بالفينجر برضو سجستيف. بس هو السبيشال تيست للهاي اللي هو الفينكلشتاين تيست. التريتمنت هلا هو بالنهاية إنفلاميشن، فممكن نعمل ستيرويد إنجكشن بالتندن شيث بالإضافة إلى الريست والأنس إيد as a pain controller. هلأ resistant cases اللي هو بنضطر للسيرجيكال اللي هو بدي أعمل splitting للthickened tendon. يعني كيف مبدأ الستينوزينج تينوساينوفيتس أو التريجر فينجر ومبدأ الدوبترينز كونتراكتشر أعمل الستيرويد إنجكشن، ما زبط لازم أعمل يعني أعمل ريليز للتندن. تمام، هنا نفس الفكرة بنعمل الستيرويد إنجكشن مع بين كنترولر، ما زبط لازم أعمل سبليتنج للتندن شيف الانفلامد وأعمل ريليز للمسلس تندن الأفكتد. هيك خلصنا الهاند انفكشنز، خلصنا التندن والرست ديس فانكشن أو ديفورم يعني أبنورماليتيز. هلا رح نحكي عن الهاند مانيفستيشن بالروماتولوجي، يعني بيشنت وذ روماتولوجي عارفين انهم بيجوا بسيرتين ابنورماليتيز اللي هو زي السوان نيك والالنر ديفيشن وبالاضافه الى البوتينيار ديفورميتي. فرح نحكي عن ان شاء الله عن الماليت فينجر. هلا الماليت فينجر هو مشكله بالديستال فالانكس. تمام، بيكون في عندي تير بالاكستنسور تندون، الاكستنسور تندون بيكون في تير او بيكون في اي فولجن fracture على base of the distal phalanx. تمام، فهذا بيعمل برضو اللي هو يعني بيعمل cut للتندن. ففي هاي الحالة بيكون في عندي هنا هذا ال distal phalanx ما بصير عليه extension، فبيكون جاي في هاي الشكل اللي هو flexion بال distal interphalangeal joint، أو عندي ال botinier deformity اللي هو flexion بال proximal interphalangeal joint مع hyper extension بالديستال انترفالانجيال جوينت، او السوان نيك اللي هو بالعكس هايبر اكستنشن في البروكسيمال انترفالانجيال جوينت مع افليكشن بالديستال انترفالانجيال جوينت. طبعا الاسهل عشان ما تخربطوا انتوا احفظوا السوان نيك، السوان نيك لانها اسهل للحفظ بيجي بهايبر اكستنشن للبي اي بي مع افليكشن للدي اي بي، والبوتينير اعكسوها يعني ما تحفظوا سنتين عشان ما تخربطوا. هلا ديفورميتيز بالهاند ممكن يجي بديفورميتي بالفينجر زي ما حكينا بوتينير سوان نيك بغض النظر، او ديفورميتي بالثم. الديفورميتي بالثم اللي هو بتكون زي الزد ثم ديفورميتي، بتكون برضو مع الادفانسد كيسز من الاوستيو من الروماتويد ارثرايتس. ممكن يكون في سيرتن ديفورميتيز بالريست وبالاضافه الى رابتشرز للتندون زي الماليت فينجر. ماليت فينجر صار في عندي رابتشر او تير بالإكستنسور تندون، فصار في عندي مشكلة، بصير في عندي فليكشن بالدي اي بي، دي اي بي كانت إكستند. زي ما احنا شايفين هون عندي ديفورميتيز بالفينجر، انترنسك بلس ديفورميتي، ممكن يكون سوانك ديفورميتي، هاي هي السوانك ديفورميتي، هايبر إكستنشن بالبي اي بي مع فليكشن للدي اي بي، البوتينير بنعكسها اللي هو هاي فليكشن مع هايبر إكستنشن وديفورميتي بالديستال جوينت او النر دريفت او بسموه النر ديفيشن. يعني بنشوف انه الهاند رايحه توورد اللي هو النر سايد، هاي طبعا برضو بالادفانسد كيسز للروماتويد ارثرايتس. وهاي هي الزد ديفورميتي بالثم، تمام، بيكون هيك شكله زي الزد جاي الثم. تمام، هاي برضو النر ديفيشن والزد ديفورميتي اوف ثم، هاي بتكون بالادفانسد كيسز اوف روماتويد ارثرايتس. سوانك ديفورميتي which is affliction بالدي اي بي وهايبر اكستنشن بالبي اي بي may begin as mallet deformity، حكينا المالت ديفورميتي اللي هو الدي اي بي فليكشن، either caused by muscle imbalance or disruption للاكستنسور تندن.
هاي صورة السوانك ديفورمتي. البوتينيير ديفورمتي على العكس فليكشن بالبي اي بي مع هايبر اكستنشن بالدي اي بي caused by synovitis of BIP with a stretching the central slip. This forces lateral bands the external اللي هو ال extension tendon عفوا to subluxate the volar words. يعني بس نعرف إنه the Bottineer deformity هي flexion لل BIP مع hyperextension لل DIP swan deformity بالعكس. هلا شو هي الديفورميتي اللي ممكن تكون بالديستال جوينتس؟ الملت فينجر اللي هو حكينا فليكشن بالدي اي بي بالدي اي بي. طبعا هذا كيف بتعالج؟ بتعالج بسبلنتج، يعني بحطوا هاي السبلنتج على الديستال فالانكس تعمل اكستنشن او هايبر اكستنشن. اذا ما زبطت طبعا بحطوها فور 6 ويكس يوجوالي بتكون يوز يعني يوزفل. اذا ما زبطت طبعا سيرجيكال، لانه احنا حكينا ممكن يكون السبب اللي هو تندن تير، صار في تير بالتندن وبالتالي الاكستنسر، بالتالي انا ما في عندي اكستنشن. في هاي الحاله ممكن اعمل تندن ريكونستراكشن سيرجري، فممكن يكون سيرجيكال تريتمنت، لكن موستلي بنبلش في كونزرفاتيف لانه موستلي كوزز بيكون افالجن فراكتشر. ممكن يكون هايبر اكستنسبل دي اي بي جوينت من الابنورماليتيز او ديفورميتيز، اتينيويشن للكابسولو ليجامنتس ستراكشر او رابتشر للفليكسر تندن. وهيك بنكون خلصنا محاضرتنا، أتمنى كل إشي يكون مفهوم، يعطيكم ألف عافية.